بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اسمحوا لي النهاردة إن شاء الله نناقش مع بعض أسئلة ال connective tissue، ونبتدي مع بعض بأول سؤال بيقول which statement is correct؟ عايز الإجابة الصحيحة. The elastin is an elastic form of collagen اللي هو type 4. لا طبعا، الإلاستين أو اللي هو البروتين اللي داخل في تكوين الإلاستيك فايبرز والإلاستيك فايبرز in general ليس من أنواع الكولاجين، يبقى الإجابة دي غلط. تاني اختيار، type 3 collagen is a dominant form of collagen in collagen fibers. لا طبعا، أكتر نوع سائل من الكولاجين هو عبارة عن collagen type 1. تالت حاجة، the local release of histamine increase the blood flow and permeability of the blood vessels. فعلا هذه هي الإجابة الصحيحة، لأن احنا ده أخدناه من وظائف الهستامين اللي بيطلع من الماست سيل. اخترتها، أتأكد برضو من آخر اختيار لعل يكون إيه التبس علي الأمر. The proteoglycan of the ground substance are attached to a molecule of heparin. لا طبعا، زي ما احنا خدنا إن البروتوجليكان ده بيبقى ماسك في مولكيول من إيه؟ من الهياليورونيك أسيد. اتفقنا؟ يبقى الإجابة رقم 3 الإجابة الوحيدة الصحيحة. تاني سؤال بيقولك which statement is incorrect؟ أني بقى الاختيار الغلط. The generation of heat by oxidation of fatty acid is special feature of brown adipose tissue. فعلا احنا قلنا ده من وظائف البراون adipose tissue ان هو ايه بيجينريت ايه انرجي، بتطلع على شكل ايه هيت. طيب تاني اختيار، the connective tissue can be classified by the density and orientation of the connective tissue fibers. فعلا ده صح، احنا قلنا connective tissue بنقسمه لايه لريجولار والريجولار along according to ايه، تبع لايه للكثافه بتاعه الفايبرز، يبقى برضو ده صح. تالت حاجة، the mucus connective tissue. مين الميوكس connective tissue ده؟ اللي هو الميوكويد، ساعات بيتسمى ميوكس أو ميوكويد connective tissue. is common in adult individual. لا طبعا، احنا خدنا الميوكويد ده نوع من أنواع ال ها embryonic، فعشان كده ده الاختيار ده هو اللي أنا هختاره كهي كstatement incorrect. اتأكد برضو من آخر اختيار وشوفه، the ground substance is located between the connective tissue fibers and cells. فعلا دي إجابة صحيحة، هو فعلا بيبقى موجود ما بين الفايبرز والسيل، يبقى الاختيار بتاعي رقم 3. نروح على السؤال الثالث، بيقول لك on examining the ultrastructure of a connective tissue cell with the electron microscopy the examiner found plenty of rough endoplasmic reticulum fill the cytoplasm of this cell. Which type of connective tissue cell is the most probable the examined cell. بيقول لك إن لما جينا أو لما جه باحث علشان يفحص التركيب بتاع إحدى الخلايا بتاعة الكونكتيف تيشو بالإلكترون مايكروسكوب، لقى إن السيتوبلازم بتاع الخلية دي بلينتي، يعني إيه ها، يعني مليانة على عينه بالرف إندوبلازميك ريتيكولم. فتتوقع أني خلية من الخلايا دي بتاعة الكونكتيف تيشو هي الخلية المفحوصة، وعندك بلازما سيل، ماكروفيج، ماست سيل، وانديفرانشيتد ميزينكايمال ستام سيل. احنا اخدنا في الكونكتيف تيشو سيل ان كل خليه فيها في السيتوبلازم الحاجه اللي بتميزها عشان تقوم بالوظيفه بتاعتها. فنفكر مع بعض، البلازما سيل دي بتصنع ايه ها، او بتفرز ايه الاميونوجلوبولين، الانتي بوديز، الاجسام المضاده، فبالتالي عباره عن بروتين. الاجسام المضاده دي بروتين، فاذا انا محتاجه ايه عشان تصنيع البروتين ده اللي هيتفرز بره الخليه؟ اكيد الراف اندوبلازميك ريتيكولم، محتاجه كميه كبيره من الراف اندوبلازميك ريتيكولم، لان الخليه دي هتصنع كميه رهيبه من ايه، من الانتي بوديز. يبقى الاجابه رقم واحد الاجابه الصحيحه. اتاكد برضو الماكروفيج محتاجه ايه كتير في السيتوبلازم عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها اللي هي فاجوسيتوزيس، محتاجة لايزوزوم. الماتسل ايه اللي بيميز السيتوبلازم بتاعها؟ ها، مليان على عينه بايه؟ بالسكريتوري جرانيولز اللي فيها الهستامين والهيبارين. الاندفرانشيتد ميزينكايمال ستام سيل، السيتوبلازم بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه بوليزومز علشان ايه؟ عشان تصنع البروتين اللي هي هتستخدمه في عملية الانقسام، وليس اللي هيتفرز على بره ايه؟ على بره الخلية. يبقى الإجابة الصح اللي هي عبارة عن البلازما سيل رقم 1. السؤال بعد كده برضو بيقولك which statement is correct؟ أني إجابة صحيحة؟ The connective tissue cells are the dominant tissue component in dense connective tissue. لا طبعا، في dense connective tissue الكومبوننت أو المكون السائد عبارة عن إيه؟ خلايا؟ لا، عبارة عن ألياف الفايبرز. الفايبرز هي اللي بتبقى dominant tissue في dense connective tissue، يبقى الإجابة دي إجابة خاطئة. تاني اختيار، the adipose tissue can have a structural and cushioning function. صح،
إجابة صحيحة. إحنا قلنا فعلا إن هو إيه، ها، بيشتغل كده كدعامة، كوشن، زي إيه، زي المخدة كده، يعني بيعمل إيه، بيعمل شوك أبزوربر، وبيدخل في تركيب إيه، ها، في تركيب أو بنقول عليه بروتكتيف رول بتاع مثلا الفيتال أورجان زي الهارت والكيدني وهكذا. طيب يبقى إذن هو ده الاختيار الصحيح رقم 2. أتأكد برضو من الاختيارين التانيين. The release of histamine by macrophage، مش محتاجة أكمل خلاص، لأن ال release of histamine ده بيحصل منين؟ من الماست سيل وليس الماكروفيج، مش محتاج أن أنا أقرأ الباقي، يبقى دي إجابة خاطئة. رابع حاجة، The ground substance is an effective barrier to the diffusion of gas, ions and small molecules. لا طبعا، The ground substance ده شباب، ها، ده عمره ما هيكون عائق، ده بالعكس، ده بيسمح بالديفيوجن بتاع الجاز والآيون والسمول مولكيولز عشان تروح تغذيلي الخلايا بتاعه الكونكتيف تيشو. يبقى اذن الاجابه بتاعتي الوحيده الصح رقم 2. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what is the function of the cell in the opposite diagram. جيت بصيت على هذه الخليه، لقيت فيها نواه كبيره ولقيت فيها جرانيولز، ها، هذه الجرانيولز بتبقى ايه، بتبقى حجمها كبير كبير ومغطيه لي كده جزء من النيوكليس. هذه الجرانيولز بتبقى مصبوغة باللون الفايلوت، يبقى على طول وانا مغمضة عيني دي انهي نوع من انواع الكونكتيف تيشو سيل؟ دي عبارة عن الماست سيل. الماست سيل اللي هي وظيفتها ايه اول ما اشوف؟ ان هي بتريليز الهستامين اند هيبارين. اختار لي بقى من الاربعة دول، ولا ان هي بتبروديوس انتي بودي، ولا الفاجوسايتوزيس، ولا تكوين الاكسترا سيلولار ماتريكس، يبقى الاختيار الصحيح الريليز اوف هيستامين اند هيبارين. السؤال بعد كده بيقولك which type of connective tissue is found in the capsule of the organs، وجايب لك اربع صور. افكر في هذا السؤال ازاي؟ اولا هو ايه connective tissue اللي موجود في الكبسول حوالين الاورجان؟ طبعا عبارة عن الدنس الريجلر connective tissue، هو ده اللي بيكون الكبسول. فانا مطلوب مني ان انا اعرف انهي صورة من دي عبارة عن الدنس الريجلر connective tissue. تعالى كده نبص مع بعض على اول صوره هلاقي فيها ايه. هلاقي فيها خلايا شكلها كده ستليت زي النجمه وليها بروسيسز ماسكه بعضها. اجي ابص على الارضيه اللي قاعده فيها او جراوند سبستنس، هلاقي ان انا مش شايفه فيها فايبرز، وهلاقي ان الارضيه بتاعتي دي متجانسه ولونها ايه، فايلوت فاتح او ايه، او ازرق فاتح. هذه او هذا الوصف ينطبق على انهي نوع من الكونكتيف تيشو اللي احنا خدناه؟ ها، عباره عن الميكويد كونكتيف تيشو، يبقى ده ما ينفعش. تعال على تاني صورة هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها الياف لونها بينك، وطالما الياف لونها بينك وانا مغمضة هتبقى عبارة عن الكولاجين فايبرز. هذه الالياف ماشية على شكل ايه؟ حزم متوازية، حزم متوازية مموجة كده شوية، ها، وما بينها خلايا النيوكليس بتاعتها مفلطحة. هذا الوصف ينطبق على الدنس ريجلر كونكتيف تيشو او الوايت فايبرز كونكتيف تيشو، يبقى ده برضو مش الاختيار بتاعي. تعال هنا شوف هتلاقي ايه، هتلاقي برضو الياف لونها بينك، يبقى ايه، كولاجين. بس هذه الالياف او الفايبرز ماشيه ايه، ها، الريجلر، غير منتظمه، ليست متوازيه، وبينهما عدد قليل من الخلايا. يبقى اذا هو ده النوع بتاعي الدنس الريجلر اللي فيه الفايبرز، ها، ملزقه ببعض وماشيه بطريقه غير منتظمه، يبقى هو ده الاختيار بتاعي اللي هي الصوره اللي مرموز لها بسي اللي هي بريزنت هنا بنمبر ايه، نمبر 1. اتأكد برضو من آخر صورة عندك، إيه المنظر ده؟ منظر ده عامل زي الشبكة، شبكة الصيد، فايبرز عاملة لي شبكة، الفايبرز اللي عاملة لي شبكة الوحيدة هي عبارة عن الريتيكولر إيه فايبرز، يبقى ده الريتيكولر كونكتيف تيشو. خلي بالك أنا لما بصبغ بالسيلفر ستين اللون ممكن يبان لي أصفر بني أو إيه، بني غامق كده، بيبقى مدي على لون زي الأسود. طب إيه يا دكتورة إيمان الفايلت اللي في النص دي؟ أنا أحياناً بستخدم مع السبيشال ستين اللي هي زي السيلفر زي الاوزميك، ممكن استخدم معاها صبغه تانية زي الهيماتوكسلين عشان اصبغ بيها الخلايا بتاعتي، الخلايا بتاعتي. فانا هنا شايفه ايه اللي بالفايلوت؟ النواه النيوكلياي بتاعه الخلايا اللي هي قاعده فين؟ ما بين الاخرام بتاعه هذه الشبكه، بحيث ان هذه الشبكه تدعم هذه الخلايا. يبقى النوع ده ريتيكولار كونكتيف تيشو برضو مش هو ده طبعا بتاعي. اتفقنا؟
السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ What is the function of the pointed cell؟ جه شاور لك على خليه، هذه الخليه شكلها بيبقى ستيليت شبه النجمه كده شويه، السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك، النيوكليس بتاعتها بتبقى فاتحه، بتبقى ليها بروسيسز ماسكه بعض عامله لك شبكه زي ما انت شايف بالمنظر ده كده بالظبط. هذا الوصف بينطبق على انهي خليه؟ الانديفرنشيتد ميزينكمال ستيم سيل، الخليه الام بتاعه الكونكتيف تيشو. يبقى ايه وظيفتها؟ مينتنس بتاع الاكسترا سيلولار ماتريكس، لا والله ده وظيفه الفايبروسايت. بروتكشن اوف ذا بودي اجينست انفكشن، لا دي وظيفه الاميون سيل زي البلازما سيل. سينثيس اوف كولاجين فايبرز، لا دي وظيفه الفايبروبلاست. يبقى اذا الوظيفه الاخيره ديفيجن اند ديفرنشيشن انتو اذر اي كونكتيف تيشو سيلز. يبقى الاجابه الرابعه الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ويتش ستيتمنت از كوريكت، انهي اجابه صحيحه؟ عندك صورتين دي A ودي B وسألك عليهم، ايه الصورتين دول؟ ها بص كده على البي، المنظر المعروف اللي انا عارفاه اللي هو عبارة عن ايه؟ الخلية الكبيرة قوي في الحجم بالمنظر اللي انت شايفه ده، تمام؟ الخلية دي لها نيوكليس موجودة ايه؟ على البريفري وبتبقى ايه؟ مفلطحة، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى فاتح كأنه كده فاضي خالص. هذا المنظر ينطبق على الفات سيلز. يبقى انا هنا بسأل على ايه؟ على ديبوس كونكتيف تيشو، انهي نوع اليوني لوكيلر اللي فيه الفات سيل بتحتوي على ايه؟ سينجل فات دروبلت. لكن تعالى على هذا النوع هتلاقي ايه؟ هتلاقي خليه ليها نيوكليس مدوره وفي النص، والسيتوبلازم بيبقى ايه؟ ها في اكتر من دروبلت، ادي دروبلت وادي دروبلت وادي دروبلت، اكتر من فقاعه من الليبيد. يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن المالتي لوكيلر اديبوز كونكتيف تيشو. وبيسالك ذا سيل اوف بي از ريتش ان ميتوكوندريا، هل البي دي اليوني لوكيلر غني بالميتوكوندريا؟ لا، ده الايه هو الغني بالميتوكوندريا عشان هي اللي بتساعده في انه ينتج الطاقه تطلع على شكل ايه؟ على شكل هيت. ذا سيل اوف اي هاز ان اكسنتريك نيوكليس، لا دي السيل ايه ليها ايه؟ تبقى ها سنترال نيوكليس. ذا تيشو بي از بورلي فاسكولارايزد، لا بالعكس دي الاديبوس كونكتيف تيشو عامه بيبقى هايلي فاسكولارايزد، في بلاد فيسلز كتيره، وعرفنا ايه وظايف البلاد فيسل زي ما خدناها في المحاضره. ذا سيل اوف اي از فاوند مينلي ان ذا نيو بورن، فعلا البراون ده بيبقى فاوند فعلا مينلي في ايه؟ في النيو بورن، عشان ايه؟ يطلع له هيت تدفي له ايه؟ جسمه. يبقى اذا الاجابه رقم 4 هي الاجابه الصحيحه. نشوف السؤال بعد كده نفس الاربع صور اللي جالتنا، وقال لنا which type of connective tissue support the cells of the liver. احنا تعرفنا على الاربع انواع دي قبل كده، مين اللي بيدعم لك خلايا الليفر؟ ها مين اللي بيدعم لك اي اورجان؟ المين كومبوننت بتاعته عباره عن سيلز، النوع اللي عامل لك الشبكه اهي اللي في اخرامها بتقعد الخلايا بتاعه الاورجان عشان ايه؟ عشان تدعمها لك. يبقى اذا اللي هو الصوره رقم دي، تمام، اللي هي بريزنت هنا بايه؟ برقم 3. السؤال اللي بعد كده على فكره سؤال معادله، بيقول لك which of the following is the most characteristic feature of the connective tissue، وجاب لك اول اختيار connective tissue cells have well developed junction complex between each other. لا طبعا connective tissue cells ما فيش اي junction ما بينها، الجنكشن دي اللي ما بينهم بين بعض بتبقى في الابيثيليوم فقط. the connective tissue cells must be innervated to perform their functions. احنا قلنا الكلام ده، هل احنا قلنا ان connective tissue cell لازم يجي لها nerve supply عشان تعمل الوظيفه بتاعتها؟ لا طبعا. طيب الاختيار الثالث، هل الكونكتيف تيشو سيلز ار بولارايزد اند هاف ا ديستينكت بيزو لاترال سيرفيس؟ لا طبعا. هو يعني ايه كلمه بولارايزد؟ يعني ليها بولاريتي، يعني ليها ايبيكال سيرفيس ولاترال وبيزل. لا احنا خدنا الكلام ده مع مين؟ مع الخلايا بتاعه الابيثيليوم، لكن الكونكتيف تيشو خلايا ملهاش ايه؟ ايبيكال ولاترال وبيزل بارت. يبقى ايه؟ يبقى برضو دي غلط. دي connective tissue cells primarily develop from the mesoderm. فعلا هذه الإجابة صحيحة، هي فعلا بتطلع من ايه؟ ها primary connective tissue ده بيطلع من mesoderm، لان الميزوديرم ده بيدي لك ايه؟ الهيكل بتاع جسمك، يعني بيدي لك connective tissue، بيدي لك الكارتليج، البون، وهكذا. السؤال بعد كده سؤال معادلة برضو، بيقولك ايه؟ A 4-year-old boy with hyperextensible joints was recently diagnosed with an inherited deficiency of type 1 collagen. This patient is at high risk for developing which of the following conditions later in life.
بيقول لك ايه، عندك طفل عنده 4 سنين عنده هايبر اكستنسبل جوينت. يعني ايه هايبر اكستنسبل جوينت؟ عارف الناس اللي مفاصلهم كده تحس انها فكه، تحس ان هم بيحركوا المفاصل بتاعتهم، او بتشوفهم يعني بيحركوا المفاصل بتاعتهم بوايد رينج اوف موفمنت، يعني بحركه اوسع ما احنا نقدر نحرك الجوينتس بتاعتنا، يقدروا كده يلفوا الشولدر بتاعهم لفه، عارف الناس دي، ها، يقدروا يعملهم ايه اكستنشن جامد جدا للجوينتس بتاعتهم، دول بيقول عليهم عندهم ايه هايبر اكستنسبل جوينت. هذا الطفل اتشخص بانه عنده ايه، عنده نقص وراثي في ايه، في تكوين تايب 1 كولاجين. فبيقول لك ان هذا الطفل او المريض عنده معرض بدرجه كبيره ان هو بعد كده يحصل له ايه في حياته لما يكبر. هل rupture of the spleen and other internal organs, multiple bone fracture after minor trauma, elastic artery rupture ولا neurodegenerative disorders؟ اول اختيار، هل هيحصل انفجار في السبلين والانترنال اورجانز؟ لا، هو عنده نقص في تايب 1 كولاجين، انا مالي يحصل رابتشر، ايه اللي هيخلي السبلين ينفجر؟ لا. مالتيبل بون فراكتشر افتر ماينور تروما، يحصل له ايه، كذا كسر في العظمه بعد خبطه صغيره. فعلا ليه؟ لان التايب 1 كولاجين احنا خدنا اماكن بتاعته موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في جسمك، في الاماكن اللي انا محتاجه فيها ايه، ها، قوه. قوة زي مين اللي محتاجة فيه قوة؟ البون. البون ده المين كومبوننت بتاعه، ها، زي ما هناخد بعد كده تايب 1 كولاجين. فعدم وجود التايب 1 كولاجين هيعرض البون يحصل له ايه، كسر بسهولة من اقل ايه، من اقل خبطة. يبقى الإجابة رقم 2 الإجابة الصحيحة. أفهمك برضو الاختيارين التانيين، إلاستيك أرتري رابتشر، لا، إيه اللي هيخلي إيه إن إلاستيك أرتري تنفجر غير لو كان في ضعف في الإلاستيك فايبرز وليست الكولاجين. ورابع حاجة نيورو ديجنراتيف ديس أوردرز، يعني إيه؟ يعني الأمراض اللي بتنتج منها تحلل في إيه، في النسيج العصبي، برضو زي إيه مثلا، زي الألزهايمر والبارتنسونيزم اللي هو الشلل العاش والكلام ده، لا برضو ملاش أي علاقة. يبقى إذن الاختيار رقم 2، زي ما قلت لكم أسئلة المعادلة فيها مفتاح هتعرف منه، المفتاح ده عندنا ايه، ان في deficiency في type 1 collagen، نقص في type 1. يبقى type 1 على طول افكر في دماغي هو موجود فين من اللي احنا درسناه، موجود في البون وموجود في الفايبروكارتليج. يبقى اذا على طول هفكر في ايه، في الجزء اللي فيه البون. السؤال ده برضو سؤال معادلة، بيقولك ايه، A 29-year-old male recently underwent aortic dilatation repair is found to have defect in certain genes. Based on this finding, the weakening of this aortic wall was most likely associated with a defect in which of the following fibers. بيقولك ايه؟ عندك شاب عنده 29 سنة، الشاب ده هيعمل عملية ايه؟ إصلاح في توسيع في الشريان الأورتي. يعني شريان الأورتي عنده واسع زيادة عن اللزوم. فهذا الشخص عنده إيه؟ عنده مشكلة في جين معين، يعني عيب في جين معين نتج عنه إيه؟ توسيع في الشريان الأورتي. بناء على الفايندينج دي، الضعف اللي حصل في الوول بتاع الأورتة في الشريان الأورتي ده مرتبط بديفكت، بنقص أو بعيب في أنهي فايبرز؟ أفكر هنا بيقول لي ايه، ها، في ضعف في الشريان الاورتي، ضعف في الشريان الاورتي. الاورتا ده واحد من ايه، ها، البلاد فيسلز، اللارج بلاد فيسلز اللي الوول بتاعها زي ما احنا اخدنا بيتكون من انهي نوع من الفايبرز، ها، من الالاستيك فايبرز. يبقى اذا الاختيار بتاعي الديفكت موجود عندي، ها، ولا في تايب 1 كولاجين ولا تايب 4 ولا ريتيكولار، فين؟ في الالاستيك فايبرز، في الالاستيك فايبرز. زي ما قلت لك، حتى لو انت مش فاهم، جيب المفتاح من كلمه واحده، ضعف في شريان الاورطه، يبقى ايه، يبقى الالاستيك فايبرز. اتفقنا؟ السؤال بعد كده برضو سؤال ايه، ها، سؤال معادله، وما تتخضوش من المنظر. قلت لكم دي نوعيه الاسئله ايه، المنفوشه على الفاضي، منفوخه على الفاضي، واجابتها او المفتاح بتاعها في حته كلمه قد كده. لكن خلي بالك، زي ما قلت لك، هو بيحب جدا في اسئله المعادله يربط لك الكانسر باللي انت درسته، يربط لك الجيناتكس اللي هو الاول كانت بتتاخد في هذا الموديول، لكن في نظام ال5 سنين بقت بعد كده بتتاخد في اواخر سنه تانية. لكن بيحب برضو كان يربط جدا جزء الجيناتكس الوراثه بايه، بجزء السل. خلي بالك في
هذا السيناريو اللي انا هحكي لك دلوقتي دايما ايه، دايما بيجي كده يديك ايه، يحب يديك معلومه اضافيه عشان ايه انت تبقى عارفها. فهنشوف المعلومه اللي هو هيديهاني وهنشوف مفتاح الاجابه بتاع هذا السيناريو ايه. بيقول لك ايه: After total surgical removal of the breast and subsequent radiotherapy in a female with a breast cancer, she developed a mass in the axilla. Microscopic examination of the biopsy was negative for cancer cells. However, there was an abundance of dense irregular connective tissue matrix containing thick collagen fibers. The area was infiltrated by spindle-shaped cells with elongated centrally located nuclei and basophilic cytoplasm, which of the following cells was most likely found in the biopsy. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في سيدة عملوا لها ايه؟ عملية جراحية وشالوا ايه؟ البريست كله اللي هو الثدي بتاعها، خلاص؟ نتيجة اكيد عندها ايه؟ عندها كان كانسر بريست. وبعد كده ادوها ريديو ثيرابي اللي هو العلاج بالاشعاع. هو هنا عايز يقول لك ايه؟ ان لو ست عندها كانسر المفروض انا اعمل ايه؟ ها بيديك معلومه ان انت تشيل البريست كله وبعد كده هذه السيده تمشي على ايه؟ على اشعاع. مش كده وبس، ده انت كمان لازم ايه؟ ها تتابع هذه السيده. ليه؟ لان السيده دي حصل لها ايه؟ حصل لها ان في ماس زي كده كتله ظهرت في ايه؟ في الاكزيلا بتاعتها، في الباط بتاعها، خلاص؟ لما جم اخدوا هذه الكتله وحللوها تحت الميكروسكوب، اخدوا منها عينه اللي اسمها بايوبسي، لقوها ايه؟ ان هي نيجاتيف فور كانسر سيل، ما هياش كانسر سيل، لان هم خافوا ايه؟ ان ممكن يكون الكانسر ظهر في حته تانية. ها فعشان كده ايه لازم اخد هذه العينه وايه واحللها هل دي كانسر سيل ولا لا. فالحمد لله ما طلعتش ايه كانسر سيل، لكن وجدوا ان هذه العينه بتحتوي على ها كميه كبيره من الدنس الريجولار كونكتيف تيشو اللي انت اخدته، كان بيحتوي على في كولاجين فايبرز وكان انفلتريتد. يعني ايه؟ يعني في خلايا كتيره موجوده فيه. ها انفلتريتد يعني ايه؟ يعني كلمه لما اقول انفلتريتد باي سيلز يعني كميه سيلز كبيره موجوده فيه، كانت عباره عن ايه؟ عن سبيندل شيب، خليه شكلها مغزلي، ها النيوكليس بتاعتها بتبقى مطوله وبتبقى موجوده في النص والسيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك. فبيقول لك انهي خليه ها هي دي اللي موجوده في العينه. هذا الوصف من الخلايا المغزليه اللي ليها نيوكليس موجوده في السنتر ها وليها بيزوفيليك سيتوبلازم وموجوده وست دنس الريجولار كونكتيف تيشو، هتبقى عباره عن مين؟ الخليه اللي راشقه في كل مصلحه، ولا البلازما سيل ولا الماست سيل ولا الميزينكيمال سيلز، وانما ايه؟ اكتيفيتد فايبروبلاست. هذا الاكزامبل ينطبق على الفايبروبلاست. وكلمه اكتيفيتد يعني ايه؟ يعني هي نشطه بحيث ان هي اللي كونت كميه كبيره من الدنس ريجولار كونكتيف تيشو، وده اللي عمل لك ايه؟ الماس اللي ظهرت في الاكزيلا. طيب دكتوره ايمان، احنا لسه في سنه اولى ومش فاهمين الكلام اللي فوق ده كله، مش مهم تفهمه، مش مهم، انا شرحته لك عشان اديك معلومه، اوريك اسئله المعادله بتيجي ازاي. هنقول مثلا ان السؤال ده جه في هنقول ان هو جه مثلا، يعني هتطلع منه بايه؟ ايه اللي انت فاهمه؟ ان انا عندي فيه دنس ريجولار كونكتيف تيشو وفي كولاجين، الكلام ده انا فاهمه، خلاص. المكان ده فيه سبيندل شيبد سيل ويز الونجيتد سنتر ايكويتد نيوكلياي بيزوفيليك سيتوبلازم، الكلام اللي انت خدته ينطبق على الفايبروبلاست، تمام؟ فزي ما قلت لك الحته دي هي مفتاح الاجابه، لكن هو في الاول بيديك ايه؟ بيديك كده كمعلومه انت ايه؟ انت تعرفها ليه؟ لفيما بعد. اتفقنا؟ السؤال بعد كده برضو سؤال معادله، بيقول لك ايه؟ 79 year old male with malignant tumor of the plasma cell underwent a bone marrow biopsy. The total cell count show more than 30% plasma cells. The investigation show extensive production of antibodies. The mRNA molecules within the cytoplasm of these cells are most likely to have a direct association with which of the following organelles. يعني الكلام ده برضو هنا بيديك معلومة، بيقولك ايه؟ ان في راجل كبير في السن عمره 79 سنة عنده سرطان في البلازما سيل. خلي بالك سرطان البلازما سيل ده هو اسمه مالتيبل مايلوما، انا بس شلت اسمه حطيت مكانه ان يعني مالجنانت تيومر عشان تفهم بس ان ده عباره عن سرطان في البلازما سيل. جم اخدوا عينه من النخاع بتاعه، دايما اي سرطان في الدم لازم يتاخد عينه من ايه؟ من النخاع. لما جم شافوا لقوا ايه؟ لقوا ان العينه دي فيها
اكتر من 30% من الخلايا بلازما سيل. معنى كده ايه؟ ان عدد البلازما سيل زايد قوي، ان في بروليفريشن. ودايما لما يبقى عينه البون مارو فيها عدد من الخلايا طب كتير جدا جدا، اكتر من اللازم، اكتر من اللازم، ها اخاف ايه؟ اخاف يبقى في كانسر موجود، خاصة لو هذه الخلايا ايه كان شكلها غريب وابتدت ان هي ها تخلي بقية الخلايا اللي موجودة عددها ايه؟ عددها يقل. فبيقولك ايه؟ الفحوصات لقت ايه؟ extensive production of antibodies. اكيد طالما عند بلازما سيلز عددها كتير، فبالتالي الراجل ده هيبقى عنده ايه؟ ها production of antibodies، ماله الاجسام المضادة كتير جدا. وجاي يسألك، بيقولك الـ mRNA مولوكيول اللي هو عبارة عن ايه؟ الـ mRNA اللي هو الماسنجر RNA، الـ RNA اللي ايه؟ الرسول اللي هو بيجي يربط لك الرايبوزومز ببعضها. علشان ايه؟ ها علشان الـ mRNA ده اللي شايل الشفرة اللي هيبتدي الرايبوزوم يتحرك عليها. فبيقولك الـ mRNA ده خلاص اللي هو موجود في السيتوبلازم بتاع هذه الخلايا له دايركت اسوشيشن، مرتبط بانهي اورجانيلز من دول؟ هل النيوكلياي، هل الجولجي اباريتس، هل السكريتوري فيزيكلز، ولا الراف اندوبلازميك ريتيكولم؟ هتبقى مين يا شباب؟ ها مين؟ نفكر مع بعض. الام ار ان ايه ده زي ما قلنا ده اللي بيربط لي رايبوزوم، والرايبوزوم ده اللي بيقعد على الاوتر ميمبرين بتاع مين؟ ها بتاع الراف اندوبلازميك ريتيكولم. هيقعد عليه ليه؟ ها عشان يبتدي يصنع لي الايه؟ الانتي بوديز بتاعتي جوه البلازما سيل. يبقى اذا الام ار ان اي مولكيولز دي ها اللي لقوها في السيتوبلازم دي هتبقى مرتبطه بمين؟ هتبقى مرتبطه بالراف اندوبلازميك ريتيكولم عشان تصنع لي الانتي بوديز. طب ممكن تيجي تقولي يا دكتوره ايمان، طب ما هي النيوكلياي او النيوكليس او النيوكليير انفلوب من بره بيبقى عليها رايبوزوم. هقول لك اه، بس الرايبوزومز اللي عليها دي مش بتصنع لك الانتي بودي، الرايبوزومز دي بتصنع لك ايه؟ البروتين بتاع الايه؟ النيوكليير ميمبرين. مش كده وبس، هم هنا كمان سالك الام ار ان اي وذين الايه؟ السيتوبلازم، يعني حدد لك اللي ايه اللي موجود في السيتوبلازم. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده برضو سؤال معادلة، بيقول لك which of the following condition can trigger white to brown differentiation of a adipocyte. يعني ايه؟ يعني انهي ظرف من هذه الظروف يخلي ال white adipose tissue يتحول لبراون؟ هل increase serum level of triglyceride، هل الهانجر، الجوع، الكولد اكسبوجر، التعرض للبرد، ولا increase serum level of glucose؟ الإجابة هتبقى ايه؟ ببساطة شديدة ال white عشان يتحول لبراون يبقى انا محتاجه وظيفه البراون. البراون ده ايه وظيفته؟ ان هو بيعمل جينريشن ليه هيت، ها بتحافظ على درجه حراره الجسم. يبقى انت متوقع اني وظيفه من دول؟ ها يبقى الوظيفه التعرض للبرد. وخلينا اقول لك ان زي ما احنا قلنا ان البراون اديبوز كونكتيف تيشو بيبقى موجود في النيو بورن، ها في الاطفال حديثي الولاده، وشويه بشويه بيختفي. خلينا اقول لك برضو ان في الاولد ايج، في الناس لما بتكبر في السن وبيبقى عندها ديبليتيتنج ديزيز. يعني ايه ديبليتيتنج ديزيز؟ يعني امراض زي السكر، زي الضغط، زي نقص المناعه، زي ان هم ما بياكلوش كويس، و و و و. خلينا اقول لك ان بيرجع يظهر عندهم مره تانية البراون اديبوز تيشو في الاماكن اللي كانت ايه؟ اللي كانت موجودة وهم نيوبورن. عشان كده دايما بنقول ايه؟ ها دايما بنقول ان الانسان لما بيكبر قوي في السن بيرجع في كل حاجة كأنه طفل من جديد. فعشان كده الناس دي اللي بتكبر في السن، ها لو اتعرضت لكولد، لبرد، طقس سيء، في وجود نقص مناعة وسوء تغذية وامراض كتير، هيجي الوايت يتحول لايه؟ لبراون. اتفقنا؟ اتفقنا؟ احنا كده نبقى خلصنا. اي حد محتاج اي حاجة، اي حد مش فاهم اي حاجة، يبعت لي على هذا الايميل. شكرا لكم يا شباب.